الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الثعبان يطارده في المنام، علام أن هناك أحد ما يحقد عليه ويسبب له أزية كثيرة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الثعبان يلاحقها في المنام، علامة أن يوجد في حياتها إنسان مؤذي يريد أن يسبب لها أزية كثيرة جدا في حياتها، فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن الثعبان يلاحقه في المنام، علامة أن هناك أحد ما يريد، يعني في واحد عاوز يخليه يخسر في تجارته، يخسر عمله، يخسر وظيفته، فيخلي باله اللي يشوف الثعبان بيلاحقه. اما بقى اللي يشوف الثعبان بيقرصه بيلدغه، يعني دليل اللي في حد بيتربص به عشان يخسر من امواله برضه، او يخسر تجارته، او يخسر زوجته. اللي يشوف اللي الثعبان قرصه معناها كذلك. ولكن لو الثعبان معرفش يقرصه، يعني اجى الثعبان يقرصه وهو معرفش، وصاحب الرؤية هرب من قرصة الثعبان، يبقى ما فيش أي أزية هتحدث له في حياته بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا رأى صاحب الرؤية الثعبان الأسود في المنام، علامة على شر كبير يحاط به، والشر ده هيكون بقدر حجم الثعبان. يعني لو الثعبان كبير يبقى المشاكل هتكون كبيرة، لو صغير هتكون في مشاكل بس هتكون أكتر، ولكن إيه، مشاكل صغيرة، والله أعلى وأعلم. كذلك رؤية الثعبان الأسود في المنام في البيت دليل أن هذا البيت يوجد فيه حقد وحسد من أحد ما، والله أعلى وأعلم. كذلك الثعبان في جزء معين في البيت دليل أن هذا الجزء يمتلئ بالمشاكل كثيرا، والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأت المرأة الحاملة الثعبان في البيت في المنام، علامة أنها ستلد مولود ذكر. كذلك إذا رأت المرأة الحاملة الثعبان في المنام في بيتها، دليل أنها ستعاني أثناء الولادة وأثناء الحمل كثيرا، والله أعلم. بينما إذا رأت الفتاة العزباء الثعبان الأخضر يدل أنها سترزق، هترزق يعني الأيام القادمة رزق، ولكن هذا الرزق فيه مشاكل. اللي تشوف الثعبان الأخضر. إذا رأى صاحب الرؤية الثعبان الكبير في المنام، علامة أن أحد ما يعاديه ويكرهه كثيرا، فعليه الحذر. تدل الرؤيا على المشكلات وبعض الهموم في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. كما تدل رؤية الثعبان في المنام، علامة على الغدر والخيانة. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الثعبان يلتف حول جسده في المنام، علامة أن يوجد في حياته أعداء كثر، فعليه الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.